كوكب لحيد عن مواليد العقرب، بأول أسبوع من شهر تموز يوليو جولاي 2022. عزيزي مولود العقرب هو كوكب مارس، بيدعم أعمالك وبيستمر داعم لإلك بين 1 و6، يعني أسبوع أول جيد مدعوم من كوكب مهم جدا هو مارس، بيحرك الأوضاع، بيحمل بشرة سارة خاصة يوم الجمعة 1، وإذا تأخرت فبتكون بهالفترة. بس انتبه من بعض المشاجرات أو من خيبة أو صدمة بوسط هالفترة بين السبت 2 والأحد 3 بسبب القمر. قمر بس يكون معاكس بيخلي مزاجنا متعكر جدا وما بنعرف ليش، نوع منرفزين، من نتعاطى مع العالم بسلبية، منكون غير مستعدين لقبول أي شيء، رغم أنه مارس داعم مزاجك بيكون بهاليومين متعكر. بتسوي أوضاع التنين 4، وإذا تأخرت فأنت مقبل على حسم التلاتة 5. بين التنين 4 والتلاتة 5 بتركز على قضايا فكرية، روحية، فلسفية، بتكون مستعد لتغيير بحياتك يمكن يطرأ. بعدين بتبلش توضع لنفسك مشاريع للمستقبل ابتداء من الخميس 7، لأنه ساعتها بينتقل كوكب مارس لبرج الثور وبتصير أمورك المهنية بدون مشكلة وبدون تغييرات تذكر. بتبلش تحط مخططات للمستقبل ابتداء من تاريخ 6، يعني من يوم الأربعاء 6، وبتصادف الدعم المطلوب لتجسيد بعض الأفكار.